استبشر المواطنون وكذلك المقيمون، وأيضا استبشر الجميع بخروج خادم الحرمين الشريفين، ولله الحمد، وقد من الله عليه بالصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سلامة دائمة، وأن يلبسه ثياب الصحة والعافية لكي يخدم هذا الدين وهذه البلاد المباركة والإسلام والمسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الصحة عليه وعلى الجميع. هذا الاستبشار معالي الشيخ صالح بارك الله فيكم، ماذا يعني هذه الفرحة لدى المواطن ولدى المسلم بشكل عام، وكيف نعيش هذه الفرحة ونشكر الله سبحانه وتعالى أن من علينا جميعا بهذه البلاد المباركة بخيرات كثيرة، منها الأمن والصحة وهذا الخير الوافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقول بشرك الله بالخير كما بشرتنا بشفاء خادم الحرمين الشريفين وخروجه سالما معافى. الحمد لله رب العالمين، فإن كل نعمة فمن الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وإن خروج خادم الحرمين الشريفين من علاجه معافا مشفيا لأعظم نعمة، أو من أعظم النعم على هذه الدولة وعلى هذه البلاد، فهو قائدها وإمامها، وقد رأت منه الخير الكثير والمشاريع النافعة. وكل مسلم في هذه البلاد وفي غيرها، لأن خادم الحرمين الشريفين لم يقتصر خيره ونفعه على هذه البلاد، بل شمل المسلمين في كل مكان. وأعظم ما يقوم به خادم الحرمين الشريفين خدمة الحرمين الشريفين وتهيئتهما للحجاج والزوار، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونسأل الله أن يعينه ليواصل أعماله الجليلة. آمين. وأن يمد في عمره على خير وعمل صالح، فهذه بشارة عظيمة. وإذا فرح المسلمون في داخل البلاد وخارجها بهذه النعمة فليس ذلك بكثير، وهو فرح في محله، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فالفرح بفضل الله ورحمته، ومنه ما حصل لخادم الحرمين الشريفين من هذا الشفاء وخروجه سالما معافى، هو من فضل الله، وهو مما يفرح به المسلمون. فنسأل الله أن يمد في عمره، وأن يمده بالصحة والعافية، وأن يعينه على ما يقوم به من مصالح المسلمين، إنه سميع مجيب. نعم.